نحن عندنا اثنين هاي اللي يعتبرون ليجند هاي اللي بيوند ليجند ما يدشون بطولات اللي هم منو حمد العويس اللي هو دوبلس و اي اس اي الصابري صابري يا اخي طف شوي وروح ما ادري ايه ترى هو شيء تعرف يعني بس يتفقد احوال الرعيه وشي يعني يشوف اللعب يقول هاي المسخره انا اروح جالس ياذن؟ بيصلي قيامه الحين والله اسمع صوت برا والله شفرت ما عليه سموحه شباب زين شويه شفرت فحاليا مثل ما نشوف روزالينا اند لوما فيرسس واريو محمد اهلي اند ماي لايف هو ماي لايف خسر منك انت صح؟ لا 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 خسر من توم توم صح 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 خسر من توم صح 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 لا انا غلبت حمد هيه هي. انا ترى على بالي شو نحن كنا نقول اذا هو فاز بيكون الماتش بتوين تيم ميتس والسوالف وشي يعني بس اخر شيء خسر من تام هي صح لا بس ما بس كانت مباراه ضد تام وايد اوكي بعد يعني تعرف ان روزالينا ضدها استعمل لوما فوق الستيج اذا شو يستعمل لوما حتى ينضرب يستعمل لوما يعني صح هاي مشكله روزالينا وفي نفس الوقت اوكي حق روزالينا حتى بعد شو ترمي تسوي لا هو يسحب دراجة بس ما يرمي يدخلها صح اظن بس يرمي يدخل الاشياء الصغيره ولا لا برود لحظه اظن الباور بيست لا والله مو متاكد والله لا يدخلها كم شفت يدخل الكرم ايه كرم الفيليجر ترى انا شفت هالشيء يوم يسوي الحركه عقب يضرب فيليجر وهو تحت شيء يعني زين وحاليا الشاعر اتس ان ايفن ماتش بتوين بوث بلايرز يعني حاليا وما نعرف مشكلة انا ما ادري احس انه واريو يعني لا يرمي يرجع لا مس انبوت مس انبوت كان يبغى يسوي الدراجة بس سوى ابي بالغلط ما عليه تحصل تحصل وتريا تريا الفانش سوى اب سماش زين حاليا ايفن ماتش صراحه ما مره اقول منه متجدد كل ما واحد يتجدد زيادة الماتش يعني انجلب فحاليا 1% فور ماي لايف روزالوما اند واريو حمد اهلي ونسمع هناك ناس يقولون كلمات توت زين المشكله ان اخر شيء كل واحد عمره اقل عن 16 هذه مشكله الله يهديهم الله يهديهم زين وحاليا خلينا نرد نسوي كومنتات حق هذا لان الشاعر بيهزمني عقب شاعر مشغول ايه مشغول يعني حتى لو انا كنت زين المهم it sucks in whatever can't be used or grasped حلو بلع اقول اعطونا معلومه يقول ان هي تشفط اوه شو استوى ضرطه والله الكمباك سريع صراحه يعني حمد اهلي لا بس 3 1 0 فور حمد اهلي يقول لك ات سكس ان وات ايفر كانت بي يوزد اور جراف باي بلايرز يعني مثلا الجايرو ما يستوي الدراجه ما يستوي بس مثلا كره البولينج وهي اللي يستوي ايوه انا من اللي يكتب هذا هامي اللي كان موجود في بطوله الباتل زون دبل اللي انا قريت حمد لا هو اسمه كان حامد يوباي بس هو هامي دبي ايوه زين فحاليا نشكرك هامي على المعلومه ما تقصر صراحه اليوم شارك اليوم والله كان المفروض يشارك بس ما يا صراحه والله ما اكرمنا بوجوده الصراحه هو يلعب بيه كاركتر هو يلعب بيت كيربي يلعب بنس يلعب كذا كاركتر يعني الصراحه لعبه اوكي بعد ما شاء الله كيربي اظن المين مال المين مين زين بس حاليا مثل ما نشوف الشعر متجدم بطريقه رهيبه على حمد هاي لعب ضدنا ولا اظن لعبته في الدبلز هي هو كان ويا واحد ياخذ كابتن فالكن اسمه خليفه ليفت هي المشكله ذاك انت ضعيف يعني ما ذكر له شيء ما انت بعد تاكل وايد سمك على قول حمد اهلي انه ياكل وايد سمك فذاكرته ضعيفه ما ادري اذا يخصه ولا لا لا سمك لا اوميجا 3 قوي ايه ادري بس هو قال ترى في المباراه اللي طافت بعدين شفط يقوي شو اسمه الجوينتس انا سمعت صراحه يعني زين حق الجوينتس زين فحاليا شباب يعني ياكلون سمك اذا هذا ياخذون لهم اوميجا 3 ترى اللي انت اللي انت حطيته هاك اليوم في الجروب انا اللي عندي واحد من اللي انت حاطنه كان بوتم رايت كان فيقول هاي يعني ان
احسن انواع له. هاي لو اوكي ترى وايد حتى الوالد هو هو اللي ياخذ. اوه وات ا فاست جيم باي ماي لايف تيكينج ذا جيم وذ تو ستوكس. بس اوف 3 باجي جيم واحد الحين. انت شكلك تبغى يخسر عشان توكل ولا شو؟ لا والله لا تلعب ولا؟ اي كاركتر؟ ماريو هو كان اسمه كان شيء اوكي. شو كان اسمه؟ كانكن. هي كانكن. حاليا الخسران يسوي تشوز والفايز يسوي بان حق تو ستيجز. اوكي صاروا لفاينل ديستنيشن حاليا. خلينا نشوف الماتش. This is the last match of the set. بعدين الفايز ضدي ها؟ الفايز بيتحدى كينج واريو. بيكون best of five. عقب الفاينل بعد best of five. مشكلة الفاينل شو؟ إذا واحد فاز على تام بيسوي ريست ريست بعدها. موضوع شوي مطول. بس إنه حلو تلعب 6 games يعني. 6 games؟ لا أصلاً 6 احتمال عادي 10؟ احتمال 10. لأن best of five best of five يعني. زين فحالياً ماي لايف هو المتصدر حاليا على حمد اهلي. لوزرز ستريت فايتر سيمي فاينل. اي معروف. زين هذا يلعب اي كاركتر والله ما اعرف صراحه. بس انا عرفته على كوشبار. كوشبار احسن من احسن الناس يلعبون ستريت فايتر هنا في الامارات. اللي يبغى يضيفه يضيفوه كوشبار على بي اس. يلعب الهرج الالي. اي سيث ما اعرف. سيث سيث عنده شريوكن بعد. عنده كل شيء. عنده كل شيء. ها سيث ترى هو اظن الزعيم الاخير مال ستريت فايتر 4. عفا وهاك الشرطي بايسن. بايسن هذا بقى والله. انا كنت اسميه فيجا عقب غيروا اسمه خلوه بايسن يعني لان استوى كوبي رايت ايشوز ما شو عادي الحين. منو او الشعر متجدم ها؟ تو ستوكس بعد متجدم ها نفس قبل. شعر خطير. شعر اي خلاص دش الزون الحين حاليا. حتى اي شيء اقول بعد ما يسمعني بقول له موترك يحترق ما مسوي سالفه. لا زين يا بالضرطة. حمد اهلي يعني يعرف يسوي يوتيلايز حق الضرطة عدل يعني. تعرف ان لين الحين كل مرة استعملها اظن فادته كل مرة تقريبا. مو بشراتي انا تضيع عني يا ريال. لا انت شو انت تسوي ريدز بس انه ريد صح بس جزء ثاني متاخر ولا ثاني متاخر مثلا شيء. تعرف حرام هذه لو ضربت. هاجي لو ضربت كانت خلاص. ايه يعني انت كنت فايز على شو اسمه كينج واريو. كواريو عندك كواريو كنت فايز على تام. تاما تاما صديقي زي ما ما يخصه. ردت شوي ايام سبيستون اسف. حاليا شعر متجدم بس بس بعد الحين واريو يعني عادي يعني. دقيقه عجبتني الحركه صراحه ان فر لوما اخشى ضربه بلوما. اوه نهاها نهاها نهاها. دي اي عجيب. اوه الحين نهاها الحين عاد نهاها. اوكي وحين لوزر